استاذ ألان، هيدي التركيبة السياسية والتركيبة البرلمانية شكلها 49% من الشعب اللبناني، ال 51% اللي انتخبوا انتوا قرفتوهم ينتخبوا، هول ال 49% اللي انتخبوا انجروا على صناديق الانتخابات لأن استعملتوا لهم فقرهم، ياما في ناس هني فقر بس انجر... هني بس مش بس هن كل السياسية وكل الأحزاب قلت له استاذ جروا ناس لأن حضرته كان عم يسأل كيف تركبت هيدي التركيبة البرلمانية. نحن اليوم كثوار كثوار لبنانية على الأرض ما قصدنا حراك، نحن عم نطالب بحكومة مستقلة حيادية عن الأحزاب اختصاصية لتأمن قانون انتخابي تخلي هول ال 51% اللي ما انتخبوا يرجعوا ينتخبوا، وتخلي الفقير اللي جاع أكتر اللي ما شبعته ال 100 دولار بصندوق الاقتراع يرجع ينتخب، لتوصل التركيبة النيابية المضبوطة لنرجع ننتخب رئيس مجلس نيابي ولنرجع ننتخب رئيس الجمهورية، لنرجع نقول له لكل واحد سارق نحن ما بدنا حدا يسرقنا. ثورة الثورة هي بكل نبط شاب جوعان، كل شاب قاعد على الأرض ما عم بيلاقي شغل، ولادكن عم يشتغلوا نحنا لا، ولادكن عم بياكلوا نحنا لا، قاعدين بأحلى بيوت ما معنا نشتري بيت. حلم الشاب اللبناني إنه يحب بنت ما قادر يحبها، حلم الشاب اللبناني إنه يشتري بيت بلبنان ما قادر يحققه. تمسكتوا بوزارات، تمسكتوا بوزارات لمدة 9 سنين، وعدتونا بكهرباء ما جبتوا كهرباء، مش بس أنتوا أستاذ ألان، كل الأحزاب اللي تمسك بوزارة العدل واللي تمسك بوزارة الدفاع، جيشنا وصل أكل ما عنده، جيشنا اللي بدنا شرعيته على 10452 كيلومتر اللي عم تطلبوا منه ينزل يقمع المتظاهرين أكل ما عنده، ما قادرين تأمنوا له معاشات. طبقة فاسدة بكل معنى الكلمة، طبقة ما قدرت تحكم بلد 30 سنة قطع تأمين سياسية على هذا البلد، عرفتوا شبابنا، عنا شباب اختصاصيين برات لبنان أكتر من لبنان، عنا شباب محرومين. ما عليه عم بحكي عن وجع وعم بحكي عن حرقة، لأن أنا شاب فضلت ابقى بلبنان واجي من برا لقدر اشتغل بلبنان، صار لي 3 و4 و5 و6 سنين بجرب، بلاقي حالي عم بخسر بن عمري، بلاقي حالي ما قادر اشتغل، بلاقي حالي عم بنشحت من شركة، بلاقي حالي شباب عم تبكي اليوم دم موجودين على الأرض لأن ما معه يشتري دواء لبيه. هيدا الوجع اللي جمع الناس، هيدا الوجع اللي جمع الناس. كون أكيد الشباب اللي على الأرض ما نزلتوا بيناتهم، الشباب اللي على الأرض ما عم بيشتغلوا ما حيطلعوا ما عندهم شي يخسروا، أنا بس ما يكون معي أجيب دواء لبي، وبس ما أكون قادر أشتغل، وبس ما أكون قادر أكل، بس ما أكون قادر حب بنت، بس لاقي 9 سنين عمري أحلى سنين عمري شبابي عم بيستنزف بهيدا البلد على 10 و20 و30 سنة، والنواب والوزراء تبعكم كأحزاب وكطوايف ما قادرين يأمنوا لي حتى وظيفة بالحد الأدنى لا أقدر أكل منها. كون أكيد حنقلكم لا بدنا نحط إيدنا بإيدكم ولا بدنا نتبناكم ولا بدنا ننتخبكم، وحنضل على الأرض وحنضل على الأرض على قليل يعطوا فرصة لهيدا الشعب بحكومة اختصاصية ترجع تشتغل لانتخابات نيابية مبكرة. إذا هيدا الشعب رجع انجر لصناديق الانتخابات بالمكانات اللي كنتوا عم تشغلوها بيستاهل، وكلنا لازم ما بنستاهل نعيش بهيدا البلد، يا بدنا نرجع نعيش بكرامتنا وبصداقة يا نحنا ما بدنا نعيش. بنتشكركن على موقفكن اليوم، ميرسي كتير لحضرتكن على موقفكن اليوم، ضميتوا لصفوف الثوار، بس ما في يكون حدا مستلم وزارة عطلع على 9 سنين يرجع يطالب يصحح حاله.